بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم معانا مره تانية في فيديو جديد بتقدمه لكم شركه دبل بيز. فيديو النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن حاجه ليها علاقه بالسوفت وير. كنا اعلنا من فتره سابقه ان احنا هنوضح لحضراتكم فيديوهات تفصيليه عن طرق ازاي تتعامل مع الكاسيتات او السوفت وير او كل الكلام ده. النهارده هنتكلم مع حضراتكم عن موديل دي بي 701. دي بي 701 من ضمن الاربع موديلات الجداد اللي قدمتهم شركه دبل بيز. النهارده هنشوف مع حضراتكم بشكل عملي على الطبيعه وعلى الكاسيت نفسه ازاي تقدر تختار لوجو عربيتك، يعني ازاي اللوجو الخاص بعربيتك يظهر على الشاشه بتاعت الكاسيت في الشاشه الافتتاحيه بشكل سلس وبسيط. اول حاجه حضرتك بتدخل على الاعدادات او السيتنج على حسب اللغه، بعد كده حضرتك هتدخل مع على النظام، ومن النظام بتنزل تحت هتلاقي في حاجه اسمها شعار بدء التشغيل بتختارها عادي. بيطلب من حضرتك كلمه سر او باسورد، الباسورد هو اربع اصفار. دي اللوجوهات المتاحه، وفي قائمه تانية موجوده في الجنب هنا فيها بعض اللوجوهات برضو، تقدر تختار اللوجو اللي حضرتك حابه بشكل طبيعي مفيش اي مشكله. دي كانت طريقه الاختيار اللوجو، هنعيدها مع حضراتكم مره ثانيه. هنرجع على الهوم بيج كده، وبعد كده هندخل على الاعدادات او السيتنج، وبعد كده النظام، وبننزل تحت شويه هنلاقي في حاجه اسمها شعار بدء التشغيل. بيطلب من حضرتك باسورد، الباسورد هو اربع اصفار. الباسورد ده خاص بموديل دي بي 701، بتختار اللوجو اللي حضرتك حابه بشكل طبيعي بدون اي مشكله. وبكده حضرتك تقدر تختار اللوجو الخاص بعربيتك ان هو يظهر على الكاسيت بشكل سلس وبسيط جدا بدون اي صعوبه. اما لو في اي مشكله قابلت حضرتك او لو في اي استفسار ليه علاقه بالسوفت وير او منتجات شركه دبل بيز، تقدر حضرتك تكلمنا على ارقامنا او تبعت لنا على الواتساب، الارقام هتكون واضحه قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، او كمان تقدر تبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك، وتقدر تتابعنا من خلال قناتنا على اليوتيوب. اتمنى من جميع متابعي شركه دبل بيز ان هم يعملوا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. شكرا، واستنونا في فيديوهات